الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعدود في الأحاديث التي عليها مدار الدين، بل إن هذا الحديث جمع الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وبين في هذا الحديث العظيم حقيقة كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث. وهذا الحديث العظيم الجامع للدين كله، وصفه بعض أهل العلم بأنه أم السنة، لكونه جمع تفاصيل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع ذلك كله في هذا الحديث بشكل مجمل. فالحديث أجمل، والسنة فصلت، كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن لأنها أجملت ما احتوى عليه القرآن، والقرآن فصل، فهي أم القرآن لأنها أجملت ما فصل في القرآن الكريم. وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم أم السنة لكونه أجمل ما فصل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن الحديث فيه تعليم للدين، فيه تعليم للدين. ولهذا ينصح كل مسلم بالعناية بهذا الحديث حفظا له وفهما لمعانيه وتحقيقا لمقتضياته ودلالاته. نعم. يقول الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول، حديث جبريل هذا عن عمر رضي الله عنه انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري. وثنى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة، فقد افتتحهما بهذين الحديثين. وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا. هذا الحديث، حديث جبريل، هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، وبدء الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث الجامع، لأن ما سيأتي في كتابه كله تفصيل لما جمع وأجمل في هذا الحديث العظيم المبارك الذي فيه تعليم الدين. فبدأ به رحمه الله كتابه الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن بدأ كل عمل بالنية، والأعمال معتبرة بنياتها. والإمام النووي رحمه الله تعالى أراد بصنيعه هذا أن يجمع بين ما بدأ به كتاب البخاري الصحيح وما بدأ به كتاب مسلم الصحيح، فجعل أول حديث عنده في الأربعين حديث إنما الأعمال بالنيات، وثاني حديث عنده في الأربعين حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الطريقة التي صنعها رحمه الله تعالى هو مسبوق إليها، سبقه إليها الإمام البغوي رحمه الله في كتابين له في الحديث، وهما مصابيح السنة وشرح السنة. نعم. ثانيا، هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، ولتحديثه بقصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين قال أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف،
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث. من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر، وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عمر رضي الله عنهما، وكانت وفاته سنة 73 هجرية رضي الله عنه، وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر رضي الله عنهما فيها، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله. رواية ابن عمر لهذا الحديث الطويل المشهور عند أهل العلم بحديث جبريل لها قصة، وهي أن نفرا من أهل العراق سألوه رضي الله عنه وأرضاه عن بدعة القدرية، وهي بدعة نشأت هناك في العراق. والمراد ببدعة القدرية إنكارهم للقدر، وزعمهم أن الأمور أو الأفعال التي تقع من العباد من إيمان وضده ليست بتقدير الله جل وعلا، وأن قدرة الله جل وعلا لا دخل لها ولا علاقة لها بأفعال العباد. فزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وأن لا قدر، يعني ليس هناك أمور قدرها الله جل وعلا على العباد، وهم بهذا يرون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله تعالى الله عما يقولون. وهذا فيه أن ثمة خالق غير الله، وهو الإنسان نفسه بزعمهم هو الخالق لفعل نفسه، وهذه بدعة سيئة وقبيحة، وفيها جحد لقدر الله عز وجل وعدم إيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان التوحيد، ركن من أركان الإيمان، ولا توحيد إلا لمن آمن بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أنه لا يستقيم توحيد عبد إلا إذا آمن بالقدر. وهؤلاء أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى، فكان من التوفيق توفيق الله جل وعلا ليحيى بن يعمر أنه مع رفيقه حميد بن عبد الرحمن الحميري حج أو اعتمر، وحرص في حجهما واعتمارهما أن يسأل أصحاب النبي أو من يلقوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البدعة. وهذا فيه فائدة، وهي الرجوع إلى أهل العلم، وكذلك حرص السلف قديما على استغلال الحج والعمرة على الاستفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم. بل كان بعض السلف يفرح غاية الفرح عندما يأتي وقت الحج لأنه سيلقى فلان وفلان من أهل العلم، يفرح بذلك،
سيلقى سفيان الثوري ويلقى فلان وفلان من أهل العلم فيفرح بالحج فرحا عظيما، لأنه سيلقى أهل العلم الأكابر فيفيد منهم ويطرح عليهم ما لديه من سؤالات، فيكون الحج فرصة لتحقيق هذه الطاعة العظيمة وهي حج بيت الله الحرام، وكذلك فرصة للإفادة في أمور الدين وسؤال أهل العلم. والحج رابطة إسلامية تجمع المسلمين من شتى البلدان ويلتقون في مكة ويلتقون أيضا في المدينة لمن تيسر له زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون فرصة عظيمة للإفادة في أمور الدين. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهذا من كبار القدرية ومن المؤسسين لبدعتهم، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي أن حجنا أو اعتمارنا فرصة لنا نلقى فيها واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله عن هذه البدعة التي نشأت في منطقتنا وننظر في حقيقة هذا الأمر. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى الأكابر من أهل العلم، لأن أهل العلم هم بإذن الله تبارك وتعالى صمام الأمان للأمة إذا رجعوا إليهم وإذا عولوا على فتاويهم وإذا أخذوا عنهم، فلا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أهل العلم الأكابر أهل البصيرة والفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أي عن بدعة القدر التي أنشأها هؤلاء، وهي إنكارهم للقدر وزعمهم ألا قدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، داخلا المسجد، والمسجد جامع الخير، وكم من صلاح وفقه ودين وزوال إشكال تحقق للمسلمين في المساجد بيوت الله. فالمساجد جوامع خير وعلم وإيمان وفقه في دين الله تبارك وتعالى، وليست المساجد لإقام الصلاة فقط، بل المساجد للصلاة وذكر الله تبارك وتعالى والفقه في دين الله وعقد الحلق العلمية والدروس الفقهية التي يبصر فيها الناس بدينهم وطاعتهم لربهم تبارك وتعالى، وفيها يوعظ الناس ويذكرون ويوصون بالخير. وفي المساجد يكون الفقه في الدين وسؤال أهل العلم. هذه رسالة المسجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أي أحطنا به، أنا عن يمينه وهو عن شماله أو العكس. قال: اكتنفته أنا وصاحبي،
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني قدرت وظننت أن صاحبي يرغب أن أبدأ أنا بالكلام، فبدأت فقلت: أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، أي في العراق، ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وهذه مقدمة لبيان حال أصحاب هذه البدعة، وأنهم أناس ممن يقرؤون القرآن وكذلك ممن يدعون العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، يعني ليسوا أناس من العوام، بل هم أناس يقرؤون القرآن وأيضا يتظاهرون بالعلم ويدعون العلم. وذكر من شأنهم، يعني ذكر أوصافا لهم، وهذا فيه أن صاحب البدعة قد تكون حاله فيما يظهر للناس حال صلاح، حال صلاح، فيتظاهر بالعبادة ويتظاهر بالعلم ويتظاهر بالتواضع حتى تنفق بدعته عند الناس. وأذكر أنني قرأت لبعض المعتزلة أصحاب هذه البدعة أحد شيوخ هؤلاء يوصي تلميذه لما درس على يديه الاعتزال، قال: لا تنشر شيئا مما قلت لك، لا تنشر شيئا مما قلت لك، ولكن الزم سارية المسجد سنة، الزم سارية المسجد سنة ثم بعد ذلك انشر. إذا لزم سارية المسجد سنة والناس لسنة كاملة يرونه متكئا على السارية في المسجد، كل ما دخلوا رأوه، ثم بدأ يحدثهم بما عنده، ربما اطمأنت نفوسهم لكلامه لما يظهر لهم من صلاحه ولما يظهر لهم من عبادته ولزومه للمسجد. ولهذا عدد من أهل البدع يتظاهرون أو يظهر عليهم الصلاح في العبادة، في الصلاة، في التنسك، في التواضع، في الزهد، في جوانب معينة، لكنه في باطنه عنده بدعة أو بدع يريد نشرها في الأمة وتوريط الناس بها وإدخالها في عقول الناس، هو مقتنع بها ويريد أن يقنع بها الآخرين، فيجعل لإقناع الآخرين من التظاهر بالتنسك والزهادة ونحو ذلك وسيلة له لنشر بدعته، لنشر بدعته. وربما يكون فعلا عابد ليس متظاهرا بالعبادة، ربما يكون فعلا عابد معتني بالعبادة لكنه في باب الاعتقاد فاسد، ينتحل عقيدة فاسدة، ومن كان ينتحل عقيدة فاسدة لن ينفق إلا مما عنده، لأن كلا ينفق مما عنده، إذا كان ينتحل عقيدة فاسدة لن ينفق للناس ولن ينشر بينهم إلا اعتقاده الفاسد الذي هو عليه. وكم من أناس وأناس اغتروا ودخلوا في بدع كبار بسبب أن من تلقوا عليهم البدعة مشهورون بالعبادة ومشهورون بالزهادة ومشهورون بالتواضع.
ومشهورون بالمعاملة الجيدة، فتنتشر بسبب ذلك بدع وبدع وضلالات. ولهذا قدم بهذه المقدمة يحيى، قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بدعة الخوارج ماذا قال عن أصحابها؟ قال مخاطبا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فوصفهم بالعبادة، ووصفهم بتلاوة القرآن والعناية به، ومع ذلك ذمهم عليه الصلاة والسلام أشد الذم، بل قال عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ووصفهم بصفات شديدة، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالشاهد أن أرباب البدع يدخلون على الناس من خلال مداخل عديدة، منها تقفر العلم والتظاهر بالزهد والعبادة والمعاملة الطيبة ونحو ذلك، إلى أن تنفق بدعتهم وتروج بين العوام والجهال. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. ألا قدر أي أن الأمور ليست بقدر الله ولم يقدرها الله سبحانه وتعالى. وجحد القدر كفر بالله، لا تنفع معه تلاوة قرآن ولا صلاة ولا صيام ولا حج، كما سيأتي ذلك في كلام ابن عمر. فجحد القدر كفر. ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده، أي لا يكون موحدا من كان جاحدا للقدر. فهؤلاء زعموا ألا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أن الأمر أنف؟ أي أن الأمور والأفعال التي يقوم بها العباد هي مستأنفة، لم تقدر سابقا ولم تكتب سابقا. معنى أنف أي أنها لم تقدر سابقا ولم تكتب على العباد. قوله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. قوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى. كل ذلك لاغ عند هؤلاء، ولا حقيقة له ولا أصل، والأمور عندهم مستأنفة. الأمر أنف أي مستأنف، لم يقدر، ليس هناك تقدير سابق وليس هناك كتابة سابقة. قال ابن عمر لما ذكروا له هذه البدعة، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أنا متبرئ من هؤلاء، أنا بريء منهم وهم براء مني. لأن ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالدين الحق المستمد من كتاب الله جل وعلا، وفيه الإيمان بالقدر، وسيسوق الحديث دليلا على ذلك. وهؤلاء يدينون بدين باطل أملته عليهم عقولهم الفاسدة وأهواؤهم المنحرفة.
قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي الله سبحانه وتعالى. والصحابة والسلف عموما لا يحلفون إلا بالله عملا بالأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بذلك، من كان حالفا فليحلف بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين، وإنما يحلف بالله جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، أي الله سبحانه وتعالى. لو أن أحدهم، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، أي لو كان لأحد هؤلاء من الذهب بما يماثل وزن جبل أحد، هو جبل كبير عظيم يقع شمال المدينة، وعنده وقعت الغزوة المعروفة غزوة بدر أو معركة بدر. هذا الجبل لو أن أحد هؤلاء ملك من الذهب بما يزن جبل أحد ثم أنفقه كاملا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لم يقبل الله منه شيء من هذه النفقة. لماذا؟ قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للأعمال، مبطل لها، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ممن كفر أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نفقة ولا غير ذلك. فالأعمال كلها تكون باطلة، ليست مقبولة. قال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم روى رحمه الله حديث جبريل بتمامه، ساق الحديث بتمامه من أجل جملة في الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يقوم على أركان ستة، منها الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذه القصة، هذه القصة فيها أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة، في أواخر زمن الصحابة أدرك هذه البدعة، أو أدرك نشأة هذه البدعة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، الذي كانت وفاته عام 73 من الهجرة. فهذا فيه أن هذه البدعة نشأت في وقت مبكر، في أواخر زمن الصحابة. وكذلك بدعة الخوارج وبدع أخرى نشأت في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، فأنكروا تلك البدع أشد الإنكار،
وشنعوا على أصحابها وبينوا مخالفتهم لدين الله، واستدلوا على بيان بطلان ما عليه هؤلاء بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد ما سبق أهمية الرجوع إلى أهل العلم الراسخين دون غيرهم، ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أهل العلم الأكابر. وإذا رجع المسلم أو من عنده إشكال إلى أهل العلم الأكابر أزالوا عنه الشبهة بإذن الله وأبانوا له السبيل. أما إذا سأل من ليس من أهل العلم ومن ليس من أهل الرسوخ فيه ربما مكن للبدعة عنده، أو ربما جره إلى بدعة أخرى فنقله من ضلال إلى ضلال ومن باطل إلى باطل. والواجب على المسلمين كافة أن يكون رجوعهم إلى أهل العلم الأكابر. نعم. قال حفظه الله تعالى في حديث ثالثا في حديث جبريل: دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في سورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في سورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. قد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. هذا الحديث حديث جبريل من فوائده أن الملائكة تأتي على هيئة البشر، تأتي إلى الأنبياء على هيئة البشر، أي أن الملك الذي خلقه وجسمه كبير وعظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رأى جبريل أي على صورته الحقيقية وله 600 جناح وقد سد الأفق، كان يأتي على صورة أعرابي، على صورة أعرابي رجل الجسم الضخم الكبير يعود إلى أو يتحول إلى جسم صغير بقدرة الله سبحانه وتعالى. الجسم الكبير الذي يسد الأفق وله 600 جناح بقدرة الله جل وعلا يتحول إلى جسم صغير، جسم إنسان. وهنا نذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فالحديث يفيد ذلك. وجبريل أتى في هذه المرة على صورة أعرابي، قال: بين نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جاء على صورة رجل، جاء على صورة رجل. وصفته أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، وفي الوقت نفسه غير معروف، ليس من أهل البلد، وأيضا في الوقت نفسه لا يرى عليه أثر السفر، وهذا يعتبر في زمانهم في غاية الغرابة، لأن القادم من سفر معروف
بهيئته، لأن الشمس قد أثرت فيه والرياح أثرت فيه والسفر الطويل في البراري والصحراء أثر فيه، فيأتي بصورة معروفة لدى الناس. بينما في زماننا يأتي الرجل من أقصى الدنيا ولا يرى عليه أثر السفر. ففي زماننا ليس غريبا، لكن في زمان من أغرب ما يكون، لأن السفر قد يكون شهر من الشام شهر كامل إلى المدينة، ويتعرض خلال ذلك إلى وهج الرياح والشمس والصحراء وتقلبات الجو، فيأتي ويظهر عليه أثر السفر، يرى عليه الغبار ويرى عليه أثر الشمس ولفح الرياح، كل ذلك يظهر عليه. فجاء جبريل عليه السلام على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. والشاهد أن الله جل وعلا أعطى الملائكة قدرة على التشكل، وفي قصة مريم قال فتمثل لها بشرا سويا، أي جبريل، أي جاءها على مثل البشر وعلى هيئة البشر، والله سبحانه وتعالى أقدر الملائكة على ذلك ومكنهم من ذلك. والقرآن الكريم دل على ذلك، ودلت عليه أيضا سنة النبي الكريم. والأضياف الذين جاءوا إبراهيم الخليل عليه السلام جاءوه أيضا على هيئة بشر، جاءوه على هيئة بشر، فالله جل وعلا أقدر الملائكة على ذلك. نعم. قال رابعا: في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المباشر له ومضاف إلى جبريل بكونه المتسبب فيه. من فوائد حديث جبريل الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلب العلم، في جلوسه عند العالم الذي يفقهه في دين الله تبارك وتعالى، ففيه إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأدب في طلبه للعلم، هذا جانب. الجانب الآخر أن السائل ليس من شرطه أن يكون يسأل عما لا يعلم، بل يحسن بالسائل أن يسأل عن ما لا يعلمه الحاضرون، أو يعرف أن كثيرا من الحاضرين لا يعلمونه ويجهلونه من أمر دينهم، فيسأل ليفقههم في الدين. وهذه طريقة شرعية صحيحة، إذا كنت بحضرة عالم وتعلم أن عددا من الحاضرين لديهم مثلا تقصير في الصلاة وتهاون بها، أو تهاون ببعض شروطها وواجباتها، أو عدم محافظة على وقتها، ثم طرحت على العالم سؤال أنت تعرف جوابه لكنك تريد أن يستفيد الحاضرون وأن يتعلموا دينهم، فقلت لدي سؤال عن الصلاة، ما حكم كذا وكذا وكذا وكذا، أريد جوابا مفصلا، وبدأ العالم يفصل أمورا أنت تعرفها، فهذا السؤال من السؤالات
النافعة جدا التي ينبغي أن يحرص عليها، بخلاف الأسئلة التي النوايا فيها ليست صحيحة. أحيانا بعض الناس يسأل ليشوش على الحاضرين والعياذ بالله، أو يسأل ليثير شبهة في الحاضرين، أو يسأل ليبرز نفسه ويظهر نفسه لدى الحاضرين، أو يسأل ليحرج من أمامه ومن يريد سؤاله، أو غير ذلك من الأغراض الموجودة لدى السائلين. والسؤال لا يكون صالحا إلا إذا قصد به السائل نفع نفسه ونفع الآخرين، كما جاء في حديث وفد عبد القيس، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا يبين لنا أن السؤال الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أراد به أو نوى به صاحبه هذه النية المباركة، أن يدخل هو به الجنة وأن يكون سببا لصلاح الآخرين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. نعم. جبريل في 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 هذا الحديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى يعلم الناس دينهم، مع أن جبريل لم يحصل منه مباشرة للتعليم، وإنما الذي حصل منه فقط سؤالات وجهها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتى يعلم الناس دينهم. وهذا يستفاد من أن من طرح سؤالا على عالم ومراده من ذلك أن يفقه الناس من دين الله تبارك وتعالى ما يجهلونه أو ما هم مفرطون فيه، فإن هذا السائل يثاب ثواب من يعلم الناس دينهم، فإن هذا السائل يثاب ثواب من يعلم الناس دينهم، لأن العالم تعليمه للناس بمباشرة التعليم، وهذا تعليمه للناس بالتسبب في التعليم. العالم تعليمه للناس بمباشرة التعليم، وهذا تعليمه للناس بالتسبب. والدال على الخير كفاعله، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون التعليم للناس بمباشرة التعليم، وقد يكون التعليم للناس بالتسبب. وإذا تسببت في تعلم الناس فلك أجر من علمهم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وعليه من لم يكن عالما يتمكن من تعليم الناس وإن لم يكن عالما. مثلا لو طلبت من طالب علم متمكن في بلدك أن يعقد لكم درسا في مسجدكم تدرسون الأربعين للنووي رحمه الله أو غيره من كتب أهل العلم، وألححت عليه في ذلك وبينت له حاجة الناس ووافق وبدأ يحضر ويعد ويراجع ويعلم ويفقه، كل ذلك يكتب لك وأنت لم يحصل لك من الجهد إلا الطلب منه في بداية الأمر، وكل الجهد الذي يبذله يكون لك مثل أجره. الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، أي كفاعل الخير. ولهذا تعليم الناس قد يكون بالمباشرة، وهذا لا يكون إلا من العالم، ويكون بالتسبب وهو من العوام، العامي من المتيسر له أن يفقه الناس بالتسبب. والتسبب في تفقيه الناس له طرق كثيرة، إما بهذه الطريقة أن تسأل العالم في محفل ومجمع للناس حتى يفقهوا دينهم فتتسبب في تعليمهم دينهم، أو بأن يأخذ العوام
إلى حلق العلم ويرغبهم فيها ويحثهم على الجلوس فيها، فهذا علم بالتسبب. وكذلك من وسائل التعليم بالتسبب مما هو متهيئ للعامي أن يهدي للناس الكتب النافعة والأشرطة المفيدة التي تفقههم في دين الله تبارك وتعالى، فهذا متعلم بالتسبب. فالعامي الذي لا فقه له في دين الله تبارك وتعالى يستطيع أن يكون معلما للناس بالتسبب، ولا يجوز للعامي أن يتصدر لتعليم الناس وتفقيههم ولا علم له في دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال خامسا قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. نكتفي إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.